ألو، ليش ما أجيتي أنسة سارة؟ برأيي تسأل هالسؤال لمرتك. تفقد إيميلك هلأ، بعدت لك استقالتي لأنه بالله؟ ما فيك تستقيلي هيك سارة؟ إيه لكن كيف بدي استقيل؟ يلا تحفنا لشوف. رح ترجع السلفة بالأول ورح تدفعي أجار الشقة كمان. وليش بدي أدفع؟ صح أنك كذبت علي بموضوع الشقة، بس أنا بقيت فيها لأني فكرتها سكن من الشركة. ماشي، لا تدفعي الأجار، بس تدفعي حق الأضرار، لأنه أنت الوحيدة المسؤولة عنها. ولا تستقيلي، رجعي السلفة. هاي هي قوانين الشركة مع الأسف، ادفعي لتستقيلي. أنا ما فيني ادفع حاليا، بس بوعدك أني قريبا رح اعتذر منك. هاي قوانين وقواعد الشركة، هاد ما نودين، فيك تدفعي لي بعد كم يوم مثلا. الشغل شغل. بلكي أنا ما قدرت رجع مبلغ السلفة. معناتها أنت رح تدفعي حقها بطريقة تانية. اسمعيني، تشتغلي عنا بدون راتب لتوفي السلفة. وإلا أنا رح أخذ حقي منك بالقانون. مرتك بهدلتني وقلعتني كمان. ما فيني ضل بالشركة بعد يلي صار معي. كل يلي صار هو سوء تفاهم، أنا رح أشرح لها. لهيك كملي شغلك. أنا آسفة، ما رح أرجع على المكتب. طيب، لكن بتحولي 200,000 روبية حساب الشركة خلال مدة أقصاها يومين، وإلا فجهزي حالك لتزورك الشرطة يا حلوة.